بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرافع العدناني، رئيس جمعية بيرماريف للزراعة المستدامة. نهار أخذني تاذي الدريوش نسد نقيج لقاء تشوري أك الفعاليات أك المجتمع المدني التعاونيات، مجموعة التعاونية يادي حضر نهار هذه الجمعية يجن مهتمة في المجال الزراعة الإيكولوجية، نخن الفلاحة الإيكولوجية. الهدف أو الغاية زي اللقاء أوليتا وهو أنه أنا عزوخ نكشك شركات أك الجمعيات نخك التعاونيات باش كي معاون كيج مشروع ولا كيج برنامج نتجير نتقيث بشراكه كيج المؤسسه اللي هي قناه سري فورست تقدي هولندا تمول يجن برنامج نتجير الزغاث نتمكن انه نوزع 20000 شتله دي مجموعه من المناطق دي عريف ليس اقليم دريواش الحسيمه تازا، ولكن سكوسان عزو العمليه اللي ثنيه تيري بشراكه اك الجمعيات المحليه التعاونيات المحليه باش كي معاونين باش اخير التتبع عن سن النسبه النجاح الشتائي نيض الاشجار ني سويني نهار نحضر ديتا نتمكن انه نجمع مجموعه من الشركات مجموعه من جمعيات يعني ابداوا استعدادهم باش كي معاون دي البرنامج ونيتا، وكانت فرصه ايضا باش نستورخ القضايا يتعلق نس المناخ البيئة الازمه ومن يتجان روح حاليا، ويجي اللقاء في الحق كان كيجا مثمر ونفق زي مجموعه من التوصيات مجموعه من الخلاصات يخفق تخدم الجمعيه بيرماريف.